خوات السلام عليكم في حلقه جديده من البرنامج اللي مازال ما عرفت سميتو. كنتمنى يكون الويكاند داز بخير وعلى خير. كنتمنى مع خش شويه وداكشي بنادم ما خرجش بزاف، مي كنتمنى يكون داز بخير وعلى خير. عفوا، فانا فرحان بزاف لان البرنامج وصل لواحد صافا شي حاجه على قد الحال. انا بدا كنتلاقى بنادم في الطريق فهمتيني، تقول لي اخويا تبارك شي اهداء ولا فهمتي، يعني الحمد لله داز كانوا يعرفوني في البارودي، دابا يعرفوني في برنامج اخر. صافي بليزير والله العظيم. فاللي بغيت نقول ما تنساوناش، ما تنساوش لي جيم، يعني ما تدخلوش علينا باللي جيم ديالكم لي بارطاج، فراكم عارفين القيمه ديال داكشي. رفيت هضرت عليه في واحد الحلقه القيمه ديال جيم وبارطاجي. فشكرا مسبقا، كنصبغ فيكم دابا فهمتوا كنضحك. فغندوزو الاهداءات اليوم. عندنا جي با بوزوان دو طابيتي ديال الشاب طارق، هي في نورمال بلي درتي في اليوتيوب غيخرج لك شي بحسني، هو ماشي ديال حسني بالنسبه لتصحيح المعلومه، هي اغنيه ديال الشاب طارق. الشاب طارق هو مغابر بزاف لان ما دارش بزاف ديال الحوايج في الكارير ديالو. ما نذكركم الاغنيه اللي كان دار باش تعرفوا شكون هو. المهم جينيراسيون ديالو راه تعقل على ريكي راي ان وي غانا نمون مون ودي تي هبني تن تن. الديسك اللي عقلتو عليه راه ديالو، ديال الشاب طارق، هو اللي غنى جي با بوزوان دو طابيتي. فسمحوا لي طولت عليكم باش عطيتكم ملخص. ندوزو الاهداءات. عندنا فخر الدين من القنيطره كيهديها لايمن وايوب من سله، عبد الغفور كيهديها لمحمد ياسين من سله، عفوا سعيد كيهديها للزوجه المستقبليه اخلاص، ابراهيم من كازا كيهديها للزوجه ديالو، محمد من وجده كيهديها للوداد مجاهد، اسماعيل من اوكرانيا كيهديها للوالده ديالو، وريم من المغرب، بدر الغافير من زومي كيهديها لايوب باسبانيا وعائله الغافير، يوسف من سيدي سليمان كيهديها اخته العزيزه سكينه، انوار من سيدي سليمان الاكرام، سعاد من فرنسا كتهديها الاسره ديالها مريمي بوجده وناس قنيطره واهل زوجها بمصر، مريم كتهديها لزكريا، حمزه كيهديها لابتسام حجامي، عماد من الامارات عجمان كيهديها لبشير وعزيزي وعزيزي التونسي، واش عزيزي هو عزيزي هو ولا والله ما عرفتش بالسميه. المهم انا نقول كما داكشي، نقول داكشي كما نقلتو، وعزيزي التونسي وناس القيروان والقنيطره. اسمح لي اخي عماد. هشام بوجعاد لفاطمه الزهراء من وجده وناس سهله، امينه كتهديها لعبود العبود الروح ونزهه الروح ونور الروح. فكنعتذر لما نطق شي حاجه مشيت لي بارفو لي كومونتير تيكون شويه مخربقين، فانا كنحاول ما امكن نفهم. وغنقولوا في خاطر الخواطر عاوتاني. جي با بزوان طابيتي يلي قلتي شفيك حالي، خرجتي معايا براميتي انتي قلتيها وانا يا نقلب عقلي. جي با بزوان طابيتي يلي قلتي شفك حالي، خرجتي معايا براميتي انتي قلتيها وانا يا نقلب عقلي. وشدني احكي لك ما بي قلتي تاني وياك وما في طلبان يا اختي صبري جي مال فيكو من صغري كان خصني شوية حنان. وشدني نحكي لك ما في قلتي تاني وياتي ما في طلبان يا اختي صبري جي مال فيكو من صغري كان خصني شوية حنان. جي با بزوان دو طابيتي يلي قلتي شفك حالي، خرجتي معايا براميتي انتي قلتيها وانا يا نقلب عقلي. شكرا.